السلام عليكم جميعا، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. وبتشوفوا هذا الفيديو اليوم. الفيديو صراحة صار لي فترة طويلة مش راسمة بالألوان المائي، فاليوم حابة انه هيك يعني استرجع الذكريات الصراحة وارسم بالألوان المائية. فبديت اول شي بالسكتش زي ما انتم شايفين. كنت قاعد برسم السكتش بالألوان الرصاص، يعني ألوان الرصاص بقلم الرصاص. و الصراحة أخذت وقتي في السكتش لأنه حبيت أنه التفاصيل بعد هيك تكون يعني ظابطة ومظبوطة، يعني ما كنت حابة أعيد أكثر من مرة الرسم أو أغلط بالألوان، لأنه أنتوا عارفين الألوان المائية خصوصا ما بتستحمل أنك الواحد مثلا، مش زي الألوان الأكريليك لو مثلا اختلف مكان العين أو شيء بإمكانك ترجع ترجعها أو تحطها في مكان تاني. حتى هتلاحظوا لقدام شوي أني خربطت شوي بمكان الأنف وما عرفت كيف أضبطه، فاضطريت هيك يعني أحاول أرفع الشادو شوي لفوق، إنه لأنه كان في مساحة. أتوقع أنا كنت قاعدة بشوف صورة، فإنه المساحة تاعت الأنف بين الأنف والفم كانت أكبر شوي منها من اللي أنا رسمته، واكتشفت هذا الإشي بعدين يعني مش مباشرة. فلهيك يعني حاولت إنه في بداية السكتش أرسم السكتش طريقة كويسة بدون أغلاط أو شيء زي هيك. وبعد هيك بدأت تلوين. أنتوا عارفين الألوان المائية بتحتاج زي طبقات، بتبدو بالألوان الفاتحة بالأول، بعدين بعد هيك تتدرج الألوان الغامقة شوي شوي يعني. فأول طبقة كانت فاتحة، بعد هيك طبقة أغمق منها، وهاي الحين قاعدة بحط طبقة اللي هي الطبقة الغامقة. ببدأ بتفاصيل صغيرة، بعد هيك يعني بحط أكتر، كل ما زدت تفاصيل غامقة أكتر كل ما حطيت يعني تفاصيل أكتر. المهم صراحة أول ما بديت القناة أو لما فتحت القناة كنت أرسم بالألوان المائية كتير، وكنت مقتنعة أن الألوان المائية هي الأفضل. وبعد هيك اكتشفت أني ما بعرف كتير بالألوان المائية، والألوان المائية يعني الصراحة أصعب من الألوان الأكريليك، لأنه زي ما حكيت لكم هي غير قابلة يعني أنه للتعديل بطريقة سهلة. فلهيك بعد هيك أختي نصحتني بالألوان الأكريليك، وصراحة الألوان الأكريليك هي الألوان المفضلة عندي حاليا، حتى أكثر من أي نوع تاني، يعني حتى أكثر من الخشب. الخشب يعني أنا بستعملوش، مع أنه الغالبية أول ما بيبدو بيستعملوا خشب، ولكن الألوان الأكريليك بالنسبة لي كتير أحلى من ألوان أي ألوان تانية. المهم وبس، اليوم حبيت استرجع الذكريات بالالوان المائية ورسمت رسمة بالالوان المائية، فبتمنى انها تعجبكم. وصراحة هيك قربنا نوصل لاخر الفيديو، فاحكوا لي رأيكم بالتعليقات، شو بتحبوا تشوفوا المرات الجاي. وبس صحيح قبل هيك حكولي انه توقيت الفيديوهات كتير طويل، انه اخليه اقصر. انتوا شو رأيكم؟ انا شايف انه 5 دقائق مناسب، فاحكوا لي في التعليقات اذا بيناسبكم 5 دقائق او بدكم اياهم اطول شوي. بس انا 7 دقائق كنت عاملهم 7 دقائق قبل هيك، فانتوا احكوا لي تحت في التعليقات. المهم يلا يا جماعة، هيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله بشوفكم في الفيديوهات الجاية. يلا سلام.